جيسون بوغنا اللي يتعامل بمشاعر صادقة مع هذه القصائد اللي قدمها ومازال يطرز أوزانة ومازال في الكون يركب حصانة. هذا الفنان اللي قدم يعني مجموعة هائلة من الأغاني، عنده ما شاء الله من الاستوانات، وهو غنى لأهم الشعراء الشعبيين من شعراء الجنوب التونسي، وخاصة شعراء دوز وأحوازها، وخاصة الكلمات اللي فيهم نغمة، يعني والله فعلا فيهم نغمة خاصة جدا، إضافة إلى خامة صوته. هذا الفنان المميز اللي عنده أيضا قاعدة جماهيرية كبيرة، هو نجم الأغاني التراثية الشعبية، خاصة اللي عندها الإيقاع الصحراوي بالقاسم بوغنا. مازال يطرز أوزانه ومازال في الكون يركب حصانه، غنى على الوالدة وغنى زاد مواويل، ما شاء الله الأغاني لا تحصى ولا تعد. نسأل على حواله، واليوم زاد نكرموه على مسيرته الفنية على امتداد سنوات أيضا من العطاء. برشا يحبوه، برشا كيسمعوا غنياته ويتأثروا، من عرش أنا فما كالمسحة متاع الحزن في بعض الأغاني، وهذه ميزة بالقاسم بوغنا اللي معنا اليوم في موزة ويكاند عبر إذاعة التطاوين. بالقاسم مرحبا بك. أهلا وسهلا، صباح النور. صباح الورد يا سيدي، شو أحوالك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله، الله يبارك فيك. شكرا على الاستضافة. الله ينورك ووسعك. تحية ليك وتحية للمستمعين إذا تطولين. ينورك يا سيدي. عنا مديدة لمحالة ما سمعناشها الصويت، نسأله على أحوالك، نسأله على أخبارك، وينك فنيا بالقاسم الفترة هذه الأخيرة يعني؟ والله مريت الفترة يعني هي الحمد لله يعني الحمد لله على سلامك. الحمد لله على سلامتك يا سيدي. الحمد لله بدأنا نتعافوا شوية، الحمد لله على كل حال. حاليا يعني أحسن صحيا يعني؟ أحسن يعني صحيح، لحظة شوية عندي إشكال في الكلى يعني، عنده مدة أو عندي إحلال عام. نعم يعني في تحسن الحمد لله على كل حال. الحمد لله يا سيدي، الله يعافيك وربي يشفيك ان شاء الله، وترجع بصحتك ان شاء الله احسن من ذي قبل باذن الله. الله يعيشك، الله يبارك فيك. مشكور. بالقاسم، المؤكد انك تعرف ان عندك جمهور كبير، جمهور يحبك، سواء في تونس، سواء زاد في ليبيا، زاد في الجزائر، عندك زاد برشا زاد يتبعوا فيك ويحبوك ويحبوا اغنياتك، وخاصه انك كنت حاضر في عديد المهرجانات والحفلات الكبرى. اخترت هذا اللون، هذا اللون المميز يعني، وقت لي أنا نسمع حتى الرنة، رنة الموسيقى هيك مباشرة يجي البالي بالقاسم بوغنا. الميزة هذه راجعة لك أنت، وراجعة ممكن لاختيارك ومجمل الأغاني اللي قدمها. فماش أغنية قدمها بالقاسم بوغنا تقريبا ما نجحتش هيك ولا لا بالقاسم؟ والله شكرا لك على هذا، ولكن أنا برشا يعني محاولات من برشا أصدقاء، زاد عندهم أغاني ممتازة. هذا لون بدوي صحراوي في العديد من المحاولات، برشا واحدين غنوه، شيء جميل. نعم، وموجود يعني في الساحة الفنية في تونس كاملة. نعم الحمد لله، كذلك في ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب في كل مكان. نعم هذا شيء جميل طبعا. نعم بالقاسم، أبرز المحطات اللي مريت بها، ممكن اللي ما زالت هكا تبقى ممكن ذكريات حلوة، تتويجات، حفلات كبيرة، أنا هي ممكن هيك المحطات هذه المضيئة في مسيرتك الفنية تقريبا؟ والله يشوف وين ما نلتقوا بالجمهور بأصدقائنا بأحبابنا في أي مكان، فهي محطة جميلة. هذا بالنسبة لي يعني أعمل حفلات في كامل تراب الجمهورية، تطاوين، جرجيس، بنقردان، مدنين، تونس، الصاقس، كل يعني هي كلها وين ما تلتقي بالناس هي محطة جميلة بالنسبة لي. أما فماش ممكن محطة مميزة على محطة أخرى، ممكن هكا تكون فماش أيضا تكريمات، فماش لقاءات؟ والله الإضافات والتكريمات من الناس لما يجوك الناس لحفلاتك ويشجعوك ويستمعوا لك، يكفي أن يستمع لك إنسان، هذا شيء جميل جدا، هو تكريم في حد ذاته. طبعا بالنسبة لي يعني التقيت بأصدقائنا في كامل تراب الجمهورية الحقيقة يعني، وجيت الترحاب، وهذا أكبر تكريم بالنسبة لي يعني. الحمد لله. وشوف أيضا الناس الناس أيضا ديما متفاعلة معك، زكية بربي، تحية كبيرة 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 الخوية بالقاسم. شكرا يا زكية، وشكرا أيضا الناس اللي متفاعلين معنا اللي سمعوا صوته بعد مدة يعني تقريبا الفترة هذه. شكرا لكم، سلم على أصدقائي، عندي كثير من الأصدقاء في تطاوين يعني، كيف نقول لك كثير كثير فعلا معناها عندي ديهم حتى علاقة عائلية، وعندي مدة من المرض يعني، ما عندي مدة ما اتصلتش بيهم، ما اتصلتش بيا كيف سلم عليهم.
يوصل يعطيك الصحة. الغايبين والحاضرين. عايشك بالقاسم. هل المشروع الفني الفترة هذه الأخيرة يعني والفترة هذه الحالية كأنه مؤجل نوعا ما، أم أنه ممكن فما في لا والله كواليس؟ استرجعت يعني نقول احنا العافية شويات إن أي شاء الله، رجعت حتى الأمور الفنية. أي أعطيني يعني منا، أعطيني سكوب. اللي مش طلبت رجعت استرجع بشوي بشوي إن شاء الله. شنو تحضر؟ ونعود للنشاط الفني بحول الله. فما تحضيرات؟ أعطيني سكوب من عندك، شنو تحضر بالقاسم الفترة هذه؟ والله ما مانيش قاعد نحضر الحق في أشياء جديدة، لكن قاعد نعمل في بروفات مع أصدقائي مع أصحابنا. استرجاع بعض المؤهلات البدنية، تعرف صحيح. البدن يلزم يجاوب، يعني أما أشياء طبيعية في الإنسان أن يكون متحضر. ان شاء الله نستعد بشوي بشوي ان شاء الله. الحمد لله. شوف راهو الصويت هذايا راهو نحبوه، راهو ما تحبني نقولها لك على المباشر. اي فعلا فعلا نقولها لك. شوف فما ناس برشا تتاثر، خاصه الفئه ممكن وقت اللي غنيت على الوالده، يعني نعرف ان برشا ناس تاثروا برشا بالغنيه هذه تحديدا، ونعرف ان فما برشا ناس مغتربين لبرا يقول لك انا يا خويا نعمل كيف كي نسمع بالقاسم بوقنا، ونشوف زاد في الطلبات حتى في برامجنا ومنوعاتنا والله يسمعونا بالقاسم بوقنا. لهنا الطلبات هذه كان دلت على حاجة، تدل على الشعبية الكبيرة اللي تحظى بها أنت، وأيضا مدى نجاح أغنياتك على النطاق الواسع، أنك وصلت حققت الشهرة هذه في السنوات هذوما الأخرى، وأنك تفرض نفسك وتكون موجود رغم يا بالقاسم، وركز معي على كلمة رغم أن الصحافة ما فماش هكا الاهتمام الكبير، رغم أن الصحافة الكل نحكي معك بصدق، سواء أن التلفزة ما شفتكش في التلفزة، سامحني قل وندر أني شوفك في التلفزة، الصحافة المكتوبة زادة، صحيح ولا لا؟ لا طبعا والله في الحقيقة هو سمى جامع حتى التقصير مني الحقيقة، أنا الثاني يقول الحق. أها. أولا بعد المسافة، وثانيا يعني طبيعتي أصلا ما يعني مانيش محترف في الفن، فهمتني؟ انا قوم بممارسه هوايتي اكثر من هي. هو هوايه بالقاسم، لكن شنو اخذام الفن، والفن شنو عطى بالقاسم بعد هالمسيره الكل؟ لا الفن اعطاني كل شيء، يعني بالعكس اني حب الناس ونمشي الناس يقدروني الناس يحبوني، راك اهم حاجه في حياتي بالنسبه لي يعني. المحب. انا سعيد بهذا، وكما يقولوا فرانسيس سي بيان دو مابو، يعني انا راضي هكا. شوف هك الابتسامه بالقاسم، ريتك الابتسامه في كلامك هذيك تدل على الواحد هك الرضا، انك راضي معناها على ال والله كيف ما قلت لك، انا حب الناس وتقديرهم ليا يعني هو شعور متبادل في النهايه بالنسبه لي، هذا شرف لي ويكفيني هذا، عندما نلتقي بالناس هو اهم حاجه بالنسبه لي يعني. اكثر ما يتصور عقلك اني كنت انا هو هاوي اكثر من اي احتراف. باهي انت هذا اللي كسبته، هذا اللي كسبته بالقاسم، لكن انت شنو معناه بالقاسم، شنو اعطاه للفن؟ انا شنو اعطيت للفن؟ انا عندي بعض القصائد كنت مغروم بها، حاولت نعمل غناها، نجحت في البعض، يمكن ما توفقت في البعض الاخر. ان شاء الله الانسان ديما يطمح ان يكون احسن، وهكذا الايام يعني. شنو طموحاتك؟ طموحاتي يعني نفرح مع الناس كيف ما يفرحوني يفرحهم، هذه من اهم طموح عندي بالنسبه لي يعني. ان شاء الله نكون عند حسن الظن، انك تشارك الناس ونزيد نقدم اغاني تكون في المستوى وتتناول مواضيع صادقه مثل الوالد اي يعني الاشياء هادفه يعني صراحه كامله يعني. هم اغانيك كلهم هادفين، سامحني يا بالقاسم، الاغانيك كلهم عندهم يعني مواضيع نعيشوها ونحسوها كل يوم. لكن شوف بالقاسم في المرض شكون سال عليك، يعني على سال على بالقاسم خاصه من الساحه الفنيه؟ والله كيف ما نقول احنا الناس كل سالوا علي الحق. الساحه الفنيه شكون سال عليك؟ كل شيء من السلطات المحليه والمركزيه والجهويه والثقافه والناس كل الحق. فما فنانين الجمهور العريض في كل مكان، ما نتصورش قداش، من فرنسا من امريكا من ايطاليا من تونس من كامل انحاء العالم يعني. ناس مشكورين لك، علاش قلت لك اهم حاجه بالنسبه لي يعني. بتغير النظام ولا لا؟ ترجع شويه تغير النظام تو الفتره الجايه ان شاء الله، ترجع شويه للصحافه وللاعلام وللبروز، ولا باش تحافظ ان شاء الله؟ تحافظ عليك الطبيعه السابقه اللي فيك، انك ما تحبش تبان برشا، علاش؟
ان شاء الله نسترجعوا الامور الصحيه قبل أي. كل شيء قدرة رب. بعد يعمل الله دليل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالقاسم راهو تبقى دائما مبدع في مجالك وصادق في احساسك انك توصل الاغاني هذه. والله لا عندي شيء اخر حبي عليك اللي قلت لك تو هو هذاك الواقع يعني. انا مدين للناس.